السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في درس جديد بالنسبة للتلاميذ ديال سنة ثانية بكالوريا شعبة علوم الحياة والأرض. اليوم غادي نناقشوا جميعا إن شاء الله لي رياكسيون ريسبونسابل دو لا ليبيراسيون دو لينيرجي دي ماغازيني دون لا ماتيير أورغانيك. نبداو على بركة الله. غنبداو من هاد البروبليماتيك. لي فيجيتو يوتيليز لو سي او 2 اتموسفيريك يعني اوتوتروف اي لينيرجي ليمينوز فوتروف بور برودوير لو ماتيير اورغانيك. الحاجه اللي تميز لي فيجيتو مقارنه مع باقي الكائنات ان لي فيجيتو تتسماو دي زورغانيزم اوتوتروف. اشني اوتو يعني اوتو جات من اوتونوم، يعني النباتات عندهم قدره راسهم يركبوا هذيك لا ماتير اورغانيك اللي يحتاجوها. كيفاش هادشي؟ بور سولا لينيرجي ليمينوز اي ترانسفورمي اون انرجي كيميك بور لا برودكسيون داتي بي. بما انهم اوتوتروف يعني عندهم القدره يركبوا هذيك لا ماتير اورغانيك، يعني عندهم القدره باش يحولوا هذيك لينيرجي ليمينوز اللي تجينا من الشمس، هذيك الطاقه اللي تجينا من الضوء، يحولوها واحد لينيرجي كيميك باش ينتجوا الاتي بي ديالهم. يعني كاريزيمي لي فيجيتو هما كائنات اوتوتروف، سون دي زورغانيزم اوتوتروف كابابل دو ترانسفورمي لينيرجي ليمينوز اون انرجي كيميك سو فورم د اتي بي. فاهمين؟ دابا نشوفو العكس ديال اوتوتروف تيتسماو ايتيروتروف. اشني هي ايتيروتروف؟ ما عندهمش الكاباسيتي باش يديرو هاديك لا سانتيز ديال لا ماتير اورغانيك، يعني هاديك لينيرجي لي كيحتاجو لاتي بي تيجيبوها من لي نيتريمو. هاد هما لي زيتيروتروف. لي زيتيروتروف سون بوفوار ديتيليزي لينيرجي ليمينوز دواف اكستخيغ لوغ انرجي لي هي لاتي بي يعني ادينوزين تريفوسفات اباتير دي نيتريمو. هادي غير غروسو مودو انتروديكسيون لي غادي لي درناها باش نحطو روسنا في السياق ديال لو كور. من هاد البروبليماتيك ممكن نطرحو دي كيستيون ولا واحد الكيستيون اللي هو برانسيبال. كال سون لي رياكسيون اي لي ميكانيزم بيرميتون لا ليبيراسيون دو لينيرجي اي ماغازين دون لا ماتيار اورغانيك شي لي زيتيروتروف. اشنو هما لي رياكسيون لي توقعو وشنو هما الميكانيزم اللي كيسمحو بهداك ليبيراسيون دو هداك لينيرجي اي ماغازيني في لا ماتيار اورغانيك عاد لي زيتيروتروف. دابا غادي تولي عندنا المشكل هو ديال غندرسو غير لي زيتيروتروف. لي اوتوتروف مابقاش عندنا فيهم مشكل لان اوتوتروف عندهم هذيك الكاباسيتي تيشدو هذيك الانرجي ليمينوز تيحولوها لانرجي كيميك. يعني عندنا يتكونوا من نفس المكونات نوايو ميتوكوندري فاكيول، ولكن هنا عندنا النومبر ديال لي ميتوكوندري ولا لا طاي ديالهم تتكون بيان ديفلوبي، حتى النومبر ديالهم تيكون كثير في الميديو ايروبي ولا اون بريزونس توكسيجين. La respiration et la présence des mitochondries sont liées. يعني كاين واحد العلاقة إتخوات، يعني كيما نقولو علاقة حميمية ما بين الريسبيراسيون والميتوكوندري. لو مود فيرمونتاسيون نو نيسيت با دي ميتوكوندري، يعني هنا الفيرمونتاسيون تحتاج الميتوكوندري ولكن الريسبيراسيون تحتاج الميتوكوندري. سي ديغنيير سون دي زورغانيز سيلولير امبليكي دون لا ريسبيراسيون سيلولير. يعني الميتوكوندري نقولوا بانهم دي زورغانيز امبليكي دون هذيك لا ريسبيراسيون سيلولير. نشوفوا البيلون الريزيمي ولا الهضره كامله ثاني فواحد الطابلو باش تفيكس عندكم مزيان. هذا واحد الطابلو لي ريزيمي كاع الهضره اللي قلنا كومباريزون ما بين ريسبيراسيون وفيه فيرمونتاسيون. في ريسبيراسيون عندنا ميليو ايروبي يعني اكسجين، الفيرمونتاسيون ما تحتاجش الاكسجين ميليو انايروبي. L'absorption de l'oxygène dans le rouge, l'absorption d'oxygène, c'est-à-dire l'absorption de l'O2, on a le rouge, il y a le dioxyde de carbone. Aux molécules organiques, l'éthanol rappelle le de l'ouvrir, je détecte. Et on a un type de fermentation, Inch'Allah, je vous fais dimanche la partie, ou la partie magique, l'immersion, libération de l'éthanol. Alors, l'éthanol, le hal de l'ouvrir. ماشي ديما الفيرمونتاسيون تعطينا ليطانو، في الحالة ديال اللوفيغ كان عندنا ليطانو،
Respiration. Mais là, le rejet d'oxyde de carbone, cela sera là, les points qui sont mis au même état. Et là, deux points au moins qui. Et là, c'est quoi la consommation ou la dégradation des glucoses, Kabira? La consommation de dégradation de glucose, il y a beaucoup d'énergie produite, il y a peu d'énergie. Nécessite la présence de mitochondries se déroule dans l'hyaloplasme. Il y a des témérites que cytoplasme la vie. C'est même le jury de l'échafaudage. L'hyaloplasme, des témérites le fait, mais il y a des toussales des organes. Une marche la tête mort, c'est l'hyaloplasme ou la jury de l'échafaudage. Mais qu'il le bac de marche la tête, il trouve différents organes. Il va les chauffer, qui est marche qui est douze fois. Mais c'est contre, on t'a fait le chien, Inch'Allah, le détail. Une notion, on trouve des cas définition de fréquentation, il y a une diapositive, il y a une chaîne de film, il y a la fixation directe des informations. Il y a une méthode pour que je dise la définition de la chaîne ou fixe. لان قرينا دي ميثود مختلفين غادي اوتوماتيكمون غادي دوك غتبقى لا فيكساسيون ديال هاد لي تيرمو الى غير ذلك نوسيون دو ريسبيراسيون دو فيرمونتاسيون يعني دو رياكسيون شيميك اللي كيعطيونا ولا بيرمي ديكستير لينيرجي لي ريسبونسابل دي فونكسيونمون سيلولير لان علاش نحتاج هاديك لينيرجي نحتاج ديك لينيرجي باش ادي الوظائف ديالي اليوميه لان باش نتحرك باش ديبلاصا La cellule t'attend, il y a un effort ou un exercice physique. Alors, la cellule t'attend avec l'énergie. Les réactions chimiques permettent d'extraire de l'énergie responsable sur le fonctionnement cellulaire. Vous donnez de l'énergie, mais vous cachez avec le fonctionnement cellulaire. Mais les réactions chimiques, elles sont utiles. Elles ont la respiration cellulaire ou la fermentation. La respiration cellulaire, c'est une oxydation complète. L'immun li a s'extra di un mer. Ani l'immun li mugin t'xdem un mer. Oxidation complète de matière organique. Glucose, c'est-à-dire la respiration cellulaire. Il faut le milieu qui est aérobique. Il nécessite l'intervention des mitochondries. L'intervention des mitochondries il produit une quantité importante d'énergie. Quelles sont les caractéristiques? Il y a une oxydation complète de la matière organique ou de la glucose. Il faut l'intervention des mitochondries. Ou comme résultat ou comme produit, il y a une quantité importante d'énergie. C'est-à-dire la respiration cellulaire. On trouve la fermentation. La fermentation, c'est une oxydation incomplète, elle est partielle, de la matière organique liée à la glucose, au milieu anaérobie, elle est maquillée d'oxygène, qui se déroule dans l'hyaloplasme, ou le gibier chez Feta, et produit une faible quantité d'énergie. L'énergie, c'est qu'on dérive la quantité, et les molécules organiques contenant encore. Et une énergie potentielle. C'est-à-dire que l'encore n'a pas fait l'énergie potentielle. Dit, grosso modo, la différence me vient de deux réactions chimiques qui vont faire la synthèse des molécules qui sont nécessaires pour le fonctionnement cellulaire ou la molécule d'ATP, adénosine triphosphate. Je vais vous poser une question. La question est la même chose. Et comment le glucose est-il transformé en énergie utilisable par la cellule au cours de la respiration et au cours de la fermentation? Et comment est-ce que le glucose est-ce que le marché est-il marmenna? Comment est-ce que le molécule est chimique? Et que l'ATP est le fonctionnement cellulaire. Soit deux réactions, la respiration ou la fermentation. Bien qu'utilisant quand même substrat organique, la respiration permet de produire plus d'énergie que la fermentation. Pourquoi? Et
حتى لسلامنا واحد السبسترا اورغانيك من غير الجليكوز، يعني من غير الجليكوز ماشي ضروري ديما تعتقد ان الجليكوز هو اللي تعطينا لاتيل، راه كاينين دي فوا اخرى يعني ما عندناش نهضر عليهم لان هذا نيفو تيبقى مستوى جامعي ولا، لكن دي فوا اخرى من غير الجليكوز تحصل على لاتيل، يعني لاسيرة ماشي ديما لاتيل الجليكوز هو سيفسترا اللي هو ايسونسييل بلي زامبورتون، ولكن راه كاينين دي فوا اخرى. شي علاش قلنا بيان كيتيليزون كان ميم سيفسترا اورغانيك واخا نستعمل سيفسترا من غير الجليكوز ديما لا ريسبيراسيون تيكون فيها لا برودكسيون ديال الانرجي ولا لي موليكيل دا تي بي تيكون اكثر من لا فيرمونتاسيون. يعني السؤال تبقى علاش بوركوا، شنو الحاجه اللي تتدخل وتتساهم في الفرق، كي لي لو رول دي ميتوكوندري دون لا ريسبيراسيون سيلي، هاد هما لي كيستيون غادي نحاولوا نجيبو نجاوب عليهم. وصلنا ريسبيراسيون، لا ريسبيراسيون تبقى لا كونفيرسيون دي انرجي شيميك و انرجي ايتيليزابل باغ لا سيليل و ميليو ايرون. هادي تعريف اخر بزاف ديال التعريفات لي شفنا، لكن مزيان يعني يكون عندك بزاف ديال لي ديفينيسيون هكذا تبقى تلعب بدي تيرم حتى تولي عندك بزاف ديال، وخا تمشي ديفينيسيون تبقى ديفينيسيون اخرى. هادي راه حتى هي ديفينيسيون، لا ريسبيراسيون هي لا كونفيرسيون دينيرجي شيميك و انيرجي ايتيليزابل باغ لا سيليل و الميليو اريروبي. غنشوفو لي ميتوكوندري لي هما اورغانيك كلي و لا ريسبيراسيون سيليل تلعبو دور كبير، و باش نتعرفو عليها غنشوفو واحد الالترا ستريكتير لي كومبوزيسيون شيميك دو لا ميتوكوندري. كي نشوفو هاد ستريكتير هادي تتبين لي مكونات ديال الميتوكوندري، نمشيو من هنا عندنا ميليو اكستيريور ديال الميتوكوندري، ميليو انتيريور عن اتير مومبرانير، هاد لونفلوب اتير مومبرانير، عندنا لي كريت ميتوكوندريا، وعندنا الماتريس. نتعرفو في هاد الطابلو على المكونات ديال كل واحد فيهم، مثلا المومبران اكسترن راه كومبارابل اسيد ولا مومبران بلازميك بحالو بحال مومبران بلازميك، تتشكل من 40% ديال الليبيد و 60% ديال البروتين. المومبران انتر المبانا تاعها هو تيلعب دور كبير في لي رياكسيون، غادي نشوفو ان شاء الله طيلة هاد لو كور ديال ديال ريسبيراسيون. مبان ان داغ غنشوفو غيش اون بروتيين 80% من المكونات ديالو بروتيين، دو نومبوز انزيم لان قلنا يدخل علاش قلت لكم تيدخل في لي رياكسيون لان يحتوي على بزاف ديال لي زونزيم، دو نومبوز انزيم دو سير بارتيسيب ا دي رياكسيون دوكسيدو ريديكسيون. هادي اللي غنشوفو في هاد لا مبانا تاعها ان شاء الله لي البارت ايماجين، غنشوفو هاد لي رياكسيون دوكسيدو ريديكسيون تيوقعو في هاد لا مومبران انتيرن. عندنا لي زونزيم بيرميتون دو لا بروتيكسيون تاع تي بي ولي تسماو لا تي بي سانتاز، يعني جوج حوايج غنشوفو في هاد لا مومبران انتيرن، غنشوفو لي زونزيم لي تيدخلو في دوكسيدو ريديكسيون و غنشوفو لي زونزيم لي تيسمحو بلاسانتيز ديال لا تي بي ولي تسماو لا تي بي سانتاز. ماتريس ماتريس حتى هي واحد كومبارتيمون تري امبورطون في هاد الميتوكوندري. ماتريس عندنا لابسونس دو غليكوز باش نوصل الماتريس، يعني فينا هو الغليكوز اللي بدينا بيه، يعني راه تحول في هاد الشيء اللي سبق الماتريس. ماتريس يعني ماشي هي الكومبارتيمون اللي تيوقعو في لي رياكسيون الاولي، يعني ماتريس يوصلها واحد الكومبوزي هو الريزلت ديال الترانسفورماسيون ديال الجليكوز. غنتعرفو عليه ان شاء الله. بريزونس دو بيريفات راه هاد الكومبوزي اللي كنهضر عليه راه هو البيريفات، البيريفات هو اللي يوصل لاتي بي. بريزونس دو نوفوز انزيم دون ليزودريجيناز ولا دي كاربوكسيلات، لان هادي تيوقع بزاف ديما تيوقع الانتزاع ديال داك السي او 2، ماشي غنتعرفو عليه بالديتاي غير هادو كملاحظات نعطيهم باش نحطكم في الصورة. كتشوفوا هاد لي سفير بيدونكيلي لي تيكونو محاطين بهادوك لي كريت ميتوكوندريا.
Les mitochondries sont des organismes. نحاولوا من هذاك الستريكتير اللي شلنا نديروا واحد الريزيم. لي ميتوكوندري سون دي زورغانيت كلو دي ليميتي يعني بار دو مومبران يعني لا مومبران اكستيرن ولا مومبران انتر كي بريزونت دو روبلي ابولي كريس ميتوكوندري. اون سي دو مومبران سو تروف ليسباس انتر مومبراني اللي شفنا بيناتهم كاين واحد ليسباس انتر مومبراني لا مومبران انتر ليميت لا ماتريس بطبيعة الحال على الانتيريور ماتريس هي ديك الكومبارتيمون اللي يكون لانتيريور لا مومبران انتر كيما قلنا كاركتيريزي بار سا ريشيس اون اونزيم اي بورت دي سيربيدونكيلي توغني باغ لا ماتريس هذوك لي سيربيدونكيلي اللي دايرين بالكريت وغاديين فيغ لا ماتريس. الشيء اللي خلينا نطرحو ديما دي كيستيون كو سيكجير لا بريزونس دو نوفوز اونزيم دون لا ميتوكوندري. شنو هو الدور ديال دوك لي زونزيم وشنو هو المعنى انها تكون في الميتوكوندري فيها بزاف ديال لي زونزيم. لا بريزونس دو نوفوز اونزيم سيجير على اكزيستونس دو رياكسيون شيميك. ديما الانزيم باش تشوف واحد الكومبارتيمون فيه لي زونزيم بزاف عرف بلي هذاك الكومبارتيمون تلقى فيه دي رياكسيون شيميك. لان شنو هو الدور ديال الانزيم؟ الانزيم هو بروتين اللي يحتاج واحد الكوفاكتور باش يؤدي ليا واحد الرياكسيون شيميك. يعني اي حاجه تصطي فيها لي زونزيم بزاف على يعني عندها واحد الدور كبير يعني توقع فيها بزاف ديال لي رياكسيون. لابسونس دو غليكوز دون لا ميتوكوندري ايتيل اون اكور افيك لي كونكليزيون دي زاكتيفيتي بريسيدون. علاش علاش ما كاينش الجليكوز في الميتوكوندري؟ علاش كيما قلنا الماتريس كيف هي توصلها واحد الكومبوزي من غير الجليكوز. L'absence de glucose pose problème car en cours de la respiration, la cellule consomme des glucose. On ne retrouve pas de glucose dans la mitochondrie qui serait l'organisme de respiration. Et la glucose, c'est la chose simple qui est utilisée dans la cellule. Si on fait l'exercice physique ou la inactivité, la glucose est la chose qui est utilisée. توصل تاني باش توصل للميتوكوندري كيبداو يبداو عندنا دي رياكسيون اخرين باش يعطيونا هذيك الانرجي اللي يحتاجها الاورغانيزم. كيما تشوفوا هنايا في هاد لي طون المختلفين ميديو اكسترن كان فيه اللي كان فيه هاد الجليكوز كيما نشوفوا في الطون زيرو الجليكوز وقع ميديو ميديو اكسترن تي ان الجليكوز بدا يتحول يعني دخل لاسيليل. في تي 2 هاد الجليكوز تحول للبيريفات يعني هاد الجليكوز البيريفات فين جانا الريزلت ديال التحول ديال هذاك الجليكوز. و تي 3 باش يبان عندنا السي او 2 في تي 1 الماتريس ميتوكوندريال هاد البيريفات اللي جاي من الجليكوز هو اللي غادي يتحول لينا الماتريس ميتوكوندريال. داكشي اللي قلنا الميتوكوندري راه تستعمل كوم سيستر تستعمل البيريفات ولا لاسيد بيريفيك ماشي جليكوز. On observe, nous la tradition de la dernière, on observe dans le document qu'il n'y a que du glucose dans le milieu externe qui est chenard, dans 0, qui est la glucose T0, qui est la glucose du milieu externe. Le taux de glucose du milieu extérieur diminue. Vous êtes en quoi? Et on voit apparaître dans l'hyaloplasme. Vous êtes en chauffe de glucose, cytoplasme, la GVLC, l'hyaloplasme, l'hybride. Cela signifie que le glucose est entré dans la cellule, et chez Tiani BNA, le glucose dans la cellule. Autant T2, il n'y a plus de glucose, le glucose n'en cache, lié à la plasme, la radioactivité se trouve dans le molécule de pyruvate, de ce qui est les molécules de pyruvate. Le glucose a été transformé en pyruvate dans le lié à la plasme, c'est la glycolyse. Il y a une réaction de ton cas, قبل الميتوكوندري هي الرياكسيون تتوقع في السيتوبلازم اللي تسمى جليكوليز. بوي اون ابسيرف كي لاباري بروغريسيفمون دي بيريفات دون لا ماتريس ميتوكوندريال. يعني هاد الفرض اللي حطينا هاد الفرض اللي قلنا بان لا سيلي لا ابسور الجليكوز من بعد تتحول للبيريفات وهذاك البيريفات هو اللي توصل للميتوكوندري الفرض راه عندنا صحيحه. اوتون تي 3 تي 4 لا راديو اكتيفيتي وتخوفي دون لي مويكيل دو ديوكسيد دو كربون يميز دون الميليو اكسيد. المهم هذا الشيء ما توضح لا دراري قلنا هذا الشيء توقع المرحله ديال الجليكوليزيه هذه سيتوبلازم جليكوز يتحول بيريفات هذه هي الجليكوليز.
المرحله الثانيه باش ندخل نوصل للميتوكوندري البريفات هو اللي تدخل الميتوكوندري، وديما تبقى عندي كاربوكسيلاس، يعني ديما يتم الانتزاع ديال السي او تي تي يخرج من الديوكسيريول. يعني المرحله الاولى مع هاد الجليكوز هذا تتوقع لي ديغراداسيون اون تري جوج ديال لي تريوز، هادي هي المرحله الاولى. هنا ساليت المرحله الاولى في الجليكوليز. المرحله الثانيه تبدا من هنا، اي ان كل واحد من هاد التريوز غادي يتحول دو موليكيل ديال لاسيد بيريفيك. ديغراداسيون دي جليكوز اون تريوز سات كونفيرسيون اي كوبلي كونسوماسيون ديال الاتيبي كي نحتاج الاتيبي، لو كليفاج دو لا موليكيل دو فريكتوز بفوسفات فورمي دون دو تريوز، يعني هذاك الفريكتوز هو اللي تحول بعد على دو تريوز ديال الفوسفات. اوكسيداسيون دو شاك تريوز فوسفات اون اسيد بيريفيك، سات اوكسيداسيون كوي كوريسبون اين ديزيدروجيناسيون اون بريزونس دان ترانسبورتور اوكسيدين ديال ان عادي بليز اي روجينيراسيون ديال ولا روجينير دو موليكيل د اتيبي بار موليكيل تريوز، يعني تتوقع فيها ديزيدروجيناسيون، يعني تطير هذاك رياكسيون اللي تنتج ليها ترونسبور اوكسيدي. بور اي موليكيل دو غليكوز كونسومي il y a transformation دو موليكيل دو بيريفات كما قلنا، عطاتني دو موليكيل دو بيريفات ودو موليكيل دو اتيبي. غادي تشوفوا في الشيما عندنا 4 ديال لي موليكيل دو اتيبي، ولكن راه في هاد الرياكسيون وقعت لا كونسوماسيون دو موليكيل دو اتيبي، يعني البيلون فينال ديال هذاك الجليكوليز راه عندنا جوج ديال لي موليكيل دو اتيبي، وعندنا دو موليكيل دي كوانزيم ريدويت اللي هما ان ا دي اتش اتش بلس. لا ترانسفورماسيون دو غليكوز اون بيريفات ني نيسيسيت با دي اوكسيجين، سي بوركوا لا غليكوليز هي فينومين انايروب. الغليكوليز كما تشوف ما محتاجيناش الاكسجين، ماشي شنو نقولوا الغليكوليز راه هي مملكي هي واحد رياكسيون ولا واحد الفينومين اللي هي انايروبي ما تحتاج الاكسجين. لا غليكوليز ايتين سويت دو رياكسيون كي ديغراد اي مولكي دو غليكوز اون دو مولكي دو اسيد بيريفيك اللي تبقى في الهيروبلازم. كومين ما بين لا ريسبيراسيون ولا فيرمونتاس ريزمي و الهضره، الجليكوليز هي واحد الفينومين اللي تتجرى في الميليو انايروبي ما فيهش الاكسجين والضغط في الهيروبلازم، وهي واحد المرحله ولا ايطاب كومين ما بين لا ريسبيراسيون و لا فيرمونتاس. هذا هو البيلون، عندنا موليكيل ديال الجليكوز تحولها لجو موليكيل ديال البيريفات. Cette oxydation est incomplète, la pyruvate contient encore de l'énergie potentielle. Et de vous le bilan de la glycolyse. La molécule de la glycose est la molécule de la pyruvate. Juste la molécule de l'ADP est la molécule de l'ATP. L'oxydation est incomplète, c'est ce qu'on appelle la glycolyse. C'est ce qu'on appelle la glycolyse. La pyruvate راه مازال فيه الانرجي، وما كانش فيه الانرجي عاد غادي يتحول هاد البيريفات فاش غادي يوقع يوصل للميتوكوندري غادي يوقع تعرض بزاف ديال لي رياكسيون شيميك، وغادي نشوفو شنو تيوقع. يعني هاد الدوري غادي يخلينا نطرح واحد السؤال، كودو فيها لو بيريفات دون لا ماتريس ميتوكوندريا اشنو تيوقع لهداك البيريفات اللي دخل الماتريس ميتوكوندريا، كاس سون لي رياكسيون شيميك كي سيديو، يعني اشنو هما لي رياكسيون شيميك اللي تيوقع. هنا سالا سيت لا بروميير بارتي ديال هاد لو كور، في لي كور لي بارتي ماجي ان شاء الله غادي نناقشو كاع هادشي، غنشوفو الميتوكوندريا يعني غنشوفو كلشي، وغادي نناقشو باقي الدروس ان شاء الله. تتمنى الى عجبك لا فيديو ما تنساش دير ابوني للقناة باش كدعم ليا نبقى ننزل لي فيديو، دير لايك وتبارطاجي مع صحابك، وتوفيق الجميع. ولا عندك شي سؤال خليه اسفل الفيديو، يعني في القناة اسفل الفيديو، ولا في الصفحة ديالي فيسبوك محمد خليلي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.